فهذا قتادة أيضا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، فضرب بسهم في عينه فسقطت على خده، فأخذها قتادة وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يرد لها لك. قال: يا رسول الله، إن نعيم الجنة جميل، وإن عطاء الله جليل، ولكنني رجل مبتلى بحب النساء. وهذا يعني أنه كانت له زوجات فضلا عن الجواري والإماء. ولكن يا رسول الله، إني رجل مبتلى بحب النساء، فقد يرونني هكذا فيقولن أعور فلا يردنني، فادع لي أن أدخل الجنة وأن يرد الله علي عيني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم قي قتادة كما وقى وجه نبيك صلى الله عليه وسلم، ورد له عينه، واجعلها اللهم أثبت وأحد نظرا. فكان كذلك، استجاب الله دعاءه ورد عينه، فكان يبصر بها أكثر من الأخرى، وكانت الأخرى يصيبها الرمد ولا يصيب هذه التي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد إليه، ما كان يصيبها الرمد، والرمد داء يصيب العين فيكون فيها التهاب، والذي يسمونه في المغرب بالسواح، هذا هو الرمد. فهذه أيضا معجزة أخرى من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها.